سنة 2022. هذا أجمل جهاز من شركة تكنو. السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي، جديد من شركة تكنو وبترتيب ممتاز وبتصميم جميل. رحبوا وياي بجديد من تكنو، هو تكنو كومون 19 برو. بعد ما استخدمت هذا الجهاز لفترة طويلة، هل أنصحك أنه تشتري هذا الجهاز أو لا؟ شوف الفيديو. لو بدينا بالتصميم وجودة التصنيع، نعم هذا الجهاز يجينا بدرجة اعتناء عالية من قبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز، بحيث يأتي بجوانب مستطيلة وحادة، وهو معطي للجهاز فخامة عالية عندما تمسك الجهاز أثناء الاستخدام، مع بروز الحلقتين في ظهر الجهاز اللي تمتلك الكاميرات، وهي أبرز ما يميز هذا الجهاز، وأكيد راح نحكي عليهن بالتفصيل. أما بالنسبة للجهة الأمامية للجهاز، نلاحظ طغيان الشاشة على أغلب الواجهة، بحيث أن الجوانب جدا صغيرة على ثلاث اتجاهات، عدا أسفل الشاشة أكبر بروز لكن بشيء أقل من السابق الأجهزة. مع وجود ثقب للكاميرا الأمامية توسط أعلى الشاشة، وهذا بحد ذاته منطي جمالية للشاشة، مع أنه الشاشة تكون بحجم 6.8 إنش وبدقة الفول HD بلس، وبنسبة استحواذ عالية يصل إلى 88.2%، وهو معدل جيد للاستحواذ بالنسبة للواجهة الأمامية. أما أنه الشاشة تكون من نوع IPS LCD، ومعدل البكسلات هو 395 بكسل لكل إنش، مع دعم المعدل التحديث هو 120 هرتز. وحقيقة بالاستخدام لهذا الجهاز صار عندي شيء شبه مؤكد انه الشركة في طريقها للتقدم في صناعة الهواتف المتوسطة، بحيث دقة الالوان ودرجة الوضوح العالية ما راح تلاحظ اي مشكلة باستخدام هذه الشاشة. وانا دائما احب استغلال الحواف لشاشات الهواتف، هذه تنطيك تجربة مشاهدة او متابعة محتويات متنوعة من غير ملل. لو انتقلنا للنظام والاداء، الجهاز يأتي بنظام الاندرويد 12 مع واجهة تكنو هاي او اس V8.6.0، ولاحظت ان الشركة مشتغلة على تحسين النظام والواجهة، بحيث السرعة اعلى والسلاسة ثابتة والألوان تتغير وبشكل واضح. وهاي التغيير بالواجهة أنا حقيقة حبيته، وأتمنى أنه تستمر بي وتكون للأفضل، مع أنه تقليل الإعلانات الموجودة بالجهاز وحتى الإشعارات المزعجة. شفت أكو بعض التحسينات بالنسبة للنظام اللي تعودنا عليها من شركة تكنو، تقريبا مقللتها إلى حد كبير. إحنا ما نريد أنه الشركة تقلل من إعلانات، لا، نريدها تنعدم الإعلانات في الواجهة بالنسبة للجهاز. كذلك أتمنى أنه الشركة تحل موضوع حركة البرامج من العمودي إلى الأفقي، لكن لحد الآن ما صار هيج تغيير. حركة القناة أنا دائما أسولف لكم عليها، بشركة إنفينكس تحول ليها من أفقية إلى عمودية وبالعكس، لكن بشركة تكنو حاولت، مع ما أنه بعض الأخوة قالوا تقدر تغير، لكن ما صار عندي نهائيا بهذا الجهاز، أصلا ما صار عندي. أما بالنسبة لأداء الجهاز، ما نقدر نذكر الأداء إذا ما نذكر المعالج، فهو يجي بمعالج من ميديا تيك، هو G96، وهو مبني بمعارية 12 نانو، وهو من المعالجات ذات السنوات السابقة. الذاكرة الموجودة بهذا الجهاز هو 128 على رام 8 جيجا، وتقدر تضيف رام من داخل ضبط الجهاز يصل إلى 5 جيجا، فراح يصير عندك 13 جيجا إضافية مع 128. أداء في الألعاب كان جيد مع سعره، لأن بلعبة بوب جي انطاني 40 فريم، وهذا رقم جيد بالنسبة لعشاق هاي اللعبة اللي بهذا السعر، مع أن وجود بعض الحرارة أثناء استخدامي للألعاب وبعض تساقط الفريمات. ليش؟ لأنه بالاستخدام المكثف والحرارة الموجودة والمعالج، يعني تقدر تقول بعض تساقط الفريمات الموجودة أثناء لعبي داخل اللعبة، وهذا شيء جدا طبيعي جهاز بهيج معالج بهيج مواصفات، أكيد أكو تلاحظ تساقط الفريمات عندما ترتفع درجة حرارة. بالنسبة للكاميرات، هذا الجهاز يجي بأبرز شيء به هو الكاميرات، حيث يتكون من ثلاث عدسات بارزة في الظهر، وهي الأساسية 64 ميجا بكسل
بفتحة عدسة 1.6 للوايد أنجل مع وجود مثبت بصري، وهذا كان واضح بثبات الفيديو أثناء التصوير. أما العدسة الثانية فهي بدقة 50 ميجا بكسل، وهذا سبب رئيسي خلاني أتأكد من تصوير كاميرات هذا الجهاز، لأن عدستي قوية بهذا الجهاز خلتني أنه أتأكد من تصوير هذا الجهاز أنه كان راح يكون تصويره جيد أو مو جيد، يعني أقدر أختني هذا الجهاز بالتصوير أو لا. وفي عدة أماكن أنا استخدمت هذا الجهاز على مود أعرف قدرات الكاميرات بالنسبة للجهاز هل هي جيدة أو لا. كانت الصور بشكل عام الصور جيدة وواضحة والألوان حقيقية، مع أنه تدخل الذكاء الاصطناعي واضح على أغلب الصور، يعني ياخذ لك أحلى صورة بأحلى إعدادات، لأن عند الإضاءة المنخفضة ما حصلت صور حلوة، أما بالإضاءة العالية النتيجة جيدة بأغلب الحالات. مع أنه الجهاز يصور فقط فول HD ما يصور لك 4K، لكن الفيديو جيد وتقدر تعتمد عليه مع وجود مثبت بصري. كان الاهتزاز قليل، وأتوقع أفضل جهاز يقدم تصوير فيديو جيد من تكنو. الكاميرا الأمامية بالاستخدام والمحاولات الكثيرة كانت سيئة بدرجة عالية جدا، مع أن العدسة بها 32 ميجا بكسل، لكن الصور لا يمكن الاعتماد عليها بأي حال، لأن جربت أكثر من مرة وردت أحصل على صور زينة أعتمد عليها حتى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم أنجح بهذا الشيء. يعني حاولت قدر الإمكان أنه أحصل على صور حلوة بهذه الكاميرا الأمامية وما حصلت. بالنتيجة جهاز أسوأ جهاز بالكاميرا الأمامية عكس الكاميرا الخلفية. شوف هذا الكاميرا، أعطيك نقطة، إذا معتمد على الكاميرا الأمامية وتريد تأخذ هذا الجهاز، هذا الجهاز مو خيار جيد لك بالكاميرا الأمامية. إذا انتقلنا للبطارية، هذا الجهاز يمتلك بطارية 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع 33 واط. تقدر تشحن الجهاز خلال 70 دقيقة أو 65، أنا خلال 70 دقيقة الشحن عندي بالكامل، وهي ساعة وعشر دقائق. بالاستخدام كان أداء البطارية جيد جدا، بحيث يعبرك 7 ساعات مستمرة ويوصلك إلى نهاية اليوم بالاستخدام المتوسط. هذا أكد عليه الاستخدام المتوسط، وهذا يعتبر من نقاط القوة للجهاز. شنو مناطق الضعف اللي موجودة أو العيوب الموجودة بهذا الجهاز؟ واحد، الكاميرا الأمامية، كاميرا سيئة بدرجة جدا عالية، وإذا تريد تعتمد عليها هذا الجهاز لازم من خيارات الصحيحة. 2، انه هذا الجهاز يحتاج بعض الاشياء تتحسن بالواجهة، شركة تحتاج تعتني بالواجهة اكثر مما هي موجودة. هذا الشيء الثاني. اما الشيء الثالث فهو لازم تخلي طبقة حماية على الشاشة من نوع كورين غوريلا جلاس. ليش؟ لانه هذا الجهاز ما بيه طبقة حماية غوريلا جلاس. هذا الشيء الثالث. اما الشيء الرابع، هذا الجهاز يمتلك صوت بسماعة واحدة الحقيقي، يعني الصوت اللي جاي يخرج لك بسماعة واحدة، مع ما انهم اذا تركز وتدقق تلقي اكو صوت يخرج لك من السماعة الاعلى الموجودة باعلى الجهاز او على الشاشة اللي هي مستخدمة للمكالمات. نعم اكو صوت لكن جدا قليل، يكاد ان يكون معدوما، فهو تقدر تقول سماعة واحدة. نتمنى انه تكون ستيريو، مع ما هو بنفس الفئة السعرية موجودة هواي اجهزة بها ستيريو. هاي تقريبا أكثر مناطق الضعف اللي موجودة بالجهاز اللي نتمنى من الشركة أنه تغيرها. السعر احنا ذكرناه أكثر من مرة، سعر الجهاز هو 215 دولار، ما يقارب 318 ألف عراقي باختلاف المحلات اللي تبيعه. النقطة الأخيرة، هل أشتري الجهاز أو ما أشتري؟ إذا تهمك الكاميرا الأمامية، طبقة الحماية، ما أدري إيش، لا هذا الخيار مو إليك، حاول أنه تشوف غيره بمواصفات أقوى بنفس السعر. نهاية الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي أمان الله.